Yeah. 3, 2, 1, action! مش اخباركم خلاص زوات ام قلنا لكم مريض الحلقه اللي فاتت حتى هذه من زمان عنكم ترى كل الناس قاعد يقول لك سلامات 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 الله يسلمكم احاول اوري الابريشيشن على كومنتاتكم لبست لكم بن باي نام لا والله في عندك بن حقي ولا ايش انت انت ايش انا انا ناصر صح كلام عبد الله يعني انا دوروا لي فاكهه ايش تشوفوني وكان عادة في نهاية الحلقة حنقول لكم مين الفائز باللابتوب وكمان ايش هي جائزة هذه الحلقة جوائزنا نور ايش بك هذا الاسلوب اللي حلقها خبصت ام الجوائز ما حد يبي يشارك احسبوها جوائز فسفس دحين رجعنا لكم بحلقة جديدة عبد الله اسمع قول لنا ريبوز ايش حتسوي خلينا نروح هنا يلا سويتوا دوبكم شيء واحد قولوا لنا اذا صارت صارت فصارت الحلقه عباره عن هذه شايفين هذه الحركه الفلنج اللي هذه هذه عرفتوا اللي هذه هذه الحركه اللي قلت يا ولد اهم شيء الاهتزاز هذا هذا يسموه ايش فلنج فلنشينج انا عبد الله حنختبر ثاني مين اللي حيغمض ومين الشديد مننا اللي يستحمل وما يغمض ابدا سوينا عده اختبارات وخلينا نشوف مين الارجل صارت رجوله هي بس انا كانت صلي على النبي ليه تسوي كذا عيب ليه لما خفت جيتني انت اللي خفت تقول احضنه بس ما تكلمهم عبال ما اغير بنطلون وارجع لك طيب يلا شوف شوف يا اخوان الان المرحله الاولى اللي حلو فيها انه عباره عن السمع قول لهم الزبده كل واحد سجل صوت لمده دقيقه اللي لابس السماعه لازم يقعد زي كذا يسمع الصوت كله لمده دقيقه بدون ما يحرك نفسه طب اسمع الضحك غمضه عين اذا انت حتقول نكته وضحكت ما طيب اوكي طيب هي اللي طب عبد الله خلاص ليش صرخ لما تخاف ايش بك الله عليك انت شكلك حتفوت ممكن تظلمني كم على اساس انه ادب يصير لا ما هي قوية انا مستغرب انه ليش ما لفت صار في احمرار يعني حسبوا دي الحين خدودي حمراء طبعا احمر الثانية عشان يصير يبان حقيقة يلا خفيفة ممكن توريهم يدك؟ لا توريهم عشان حتغطي الشاشة هل انت؟ يا هلا تعرف سامعكم ابدا الحين بعد سمعت انه ما يمديني اسمع عبد الله فعبد الله حيركز بس في هذا الصوت يعني انت الحين ما انت سامعني والله انك كذاب سامعني سويت فيديو اي خلاص خلاص فهمنا انه نسمعنا الان ريبورترز ركزوا يلا It's hard to believe that I can see that you was always there beside me go والله يا قعدت اضحك ضحك ايوه تقدم الى الامام سوف تصل واو جبتها ليش؟ مرة حلو بالله كيف أم الأخراج؟ مرة حلو الله يخليك يعني بسويها رينج تون بالله بالله ده هي مو أغنية هي المفروض ترجع برافو عليك عبد الله اخذ نقطة واحدة على اساس انه نجح This my game طيب اهلين عبد العزيز حبيت اقول لك Say sugar in the morning ding ding sugar in the evening dong dong صوتك ديناصور انت ايش اللي فجعك؟ بما طيب في ليش؟ انت كيف تسوي لي؟ لازم اسال طب قول كيف كيف؟ كذا يعني اقول لك انت مره تفجعني ترى اسمع انت كلمهم وحغير البنطلون مره اها اها تشيل بوي هذا عبد العزيز يبغالي كنت اسجل هذه هنا حطها إذا ما شفتوا هذا المقطع في حياتكم انتوا ما عشتوا. Say sugar in the morning ding ding. Say sugar in the morning ding ding. Sugar in the evening tang tang. Honey in the evening.
هاني هاني آه لا مو طلع يا ليلي يا لي ايه هاني in the morning هاني in the evening كان حصان قاعد تشنقه ليليز يا جوتمان زي ما شوفوا هذا الان المرحله الثانيه المرحله الثانيه عباره عن ايش قول انا حكون هنا وعبد الله حيكون هناك مركبين كل هذا حبل وفي النهايه عباره عن مخده حجيب المخده لين هنا شوف 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 اوه ماي جاد وبعدين حيسيبها المفروض في الفيزياء انه ما حيصقعني خلينا نشوف اذا حيسوي ولا ما حسويها حشوم ما كذا حيسوي واللي بيسال كيف انتبهنا بالفيزياء المرحلة اسمعوا اذا عبد الله ما غمض في هذه المرحلة انت ترمينيتر انت ماكينة انت تستطيع يا 3 2 1 اكشن خلينا نشوف جو اوه والله يا شديد بص مرة ثانية مرة ثانية 3 2 1 ملوي؟ لا مو ملوي الا والله ملوي والله ملوي قدام شويه كنت ما تقتلش لا لا بس هي قوي جدا مو قوي اوريك يلا اذا انا فزت ايوه ايه ده ايه ده الواحد بيروح الجيم ولا ايه لو انا فزت هنسيب تعادل ايوه خلينا نشوف يلا بمال الهني يا لميوني تما ممكن عادي خلاص هذه كانت تجربه انت ايش ممكن وجهك وجهك فيها عدو ايوه انا مصوبها لدرجه انه تصقع الخشوب لا العكس يبلغ ابله ايوه سمعت كلمه قلت لي ايش يا قمر يا ذكي تحسبها سهله الشتلتون سوالي كذا كلنا خسرنا هذا درس في الفيزياء من ابتداء افلتها من هنا يروح يرجع ما حيرجع نفس المكان حيرجع اقل فما عمره حيصقع وجهي عبد العزيز شوف حسوي زي كذا وحدف وجهك طيب عبد العزيز عبد العزيز هذا هذا فيزياء من كيسك عبد العزيز صدقني ما حيصقع ما حيصقع والله يا رجل المرحلة الثالثة عبارة عن ايش؟ عبد الله حيكون عنده قدامه حاجز انه يرمي بالونة مليانة موية لازم ما اتحرك ولا اي فلنج ولا اي فلنجتون يا ابن ابني آه انا مستني هذا اليوم يجي يا رجل اهل الاتحاد شباب خزية عاد الرياضة لعب وفلة لعب نظيف مهارة وهمة كله ينافس شد الهمة ايش بها دافية؟ حارة اي مدري ايش هذا كنا حليب بقر اي والله طب خليهم يحسوها شوف ايش بكلك ماسك بيض نعام مين سكر روكي؟ ايش روكي؟ بيض النعام حقتنا اه والله نسيت امه روكي هنا اللي يسأل اوف انت غمضت في الهواء انت غمضت لما سبتها من يدي جيب البطانيه كاني نايم توينكل توينكل ليت اسمعوا اللي ما يعرف ترى انا عندي قوة فرصعه لا يوصف شوفوا فرصعه لذي احنا مو مستغربين انه نايم ما راح يبقى عند اللونه يلا توينكل توينكل اوه 2 1 احسن احسن والمرحلة الرابعة والاخيرة واللي يفوز فيها يعني حياخد 1000 بوينت يعني ليك فرصة عبد العزيز انك تفوز ثانكس عندي هذا شيء عبارة عن كيس رمل المفروض لازم اقول مايكل جوردن وارميها ولازم تيجي على الحفرة اهم شيء عبد الله ما يتحرك ولا فلينش حط يدك على ركبك وما تحركها تماما وما تحرك جسمك تماما طب كم محاولة لين ما اجيبها جوا الحفرة 2 1 تقدم الى الامام نحن معك يس 3 2 1
أنت تستطيع. 3 2. ناس الله يسعدكم والان على الجوائز. يعطيكم الف عافيه ريبوتز والله تستاهلوا كل خير. لين دحين المشاركين اكثر من 200 الف مشترك، عشان كذا انا وعبد الله لين دحين مو محاصرين الجوائز، 4 جوائز مخلينا يمكن توصل 30 جائزه. واللي فاز بحلقة اللي فاتت بمايكروسوفت سيرفس برو هو الف مبروك. وللفايز شيك الدي ام الدايركت مسج في الانستغرام عشان رسلنا لك راح نتواصل معاك. وجائزه هذه الاسبوع لابتوب لابتوب MSI، لابتوب مخصص للجيمنج يمديك تلعبوا فيه اي نوع من انواع الجيمز، وكمان يمديكم تمنتجوا فيديوز وتسووا اشياء كثيره، يعني زبده انه ما يعلق. لابتوب قوي. واذا حابين تفوزوا بهذا اللابتوب سمبل مره يا صديقي، هو شيئين. اول شيء انه لازم تكون مشترك بقناه سادي ريبورتز، اذا مشترك ممتاز، اذا ما انت مشترك اضغط الزر الاحمر اللي تحت هذا الفيديو. ثاني شيء على طول اكتب تحت بالكومنتات حسابكم على الانستغرام، لانه اول ما يختار واحد نتواصل معاه على الانستغرام عشان نرسل له المنتج. ريبورترز كونوا كما انتم رائعين و سلام.